ومع اقتراب العام 2020 من نهايته، ومن خلال الفقرة المخصصة للوقوف على حصاد العام الإخباري وللحديث عن تغول الميليشيات في العراق وتنامي نفوذها، ينضم إلينا الأستاذ حسين دلي، الصحفي والإعلام العراقي، عبر سكايب من إسطنبول. مرحبا بك معنا سيد حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. استقبلت الميليشيات كما تلاحظ عامها الذي قارب على الانتهاء بغارة أمريكية سقط فيها واحد من أهم قادتها أبو مهدي المهندس مع منسق عملها في إيران أو مع إيران قاسم سليماني. كيف ترى تأثير هذه الضربة على الميليشيات في العراق خلال عام 2020؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. لا شك أن هذه الضربة الكبيرة الجريئة من إدارة ترامب وغير المعهودة وغير المسبوقة أثرت كثيرا على ميزان سيطرة وقيادة ميليشيات الحشد وتأثيرها في الشعب العراقي. لا شك أن اصطياد قادة مثل قاسم سليماني قاد في القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي يعتبر العقل المدبر لأغلب العمليات الإيرانية العسكرية الأمنية خارج إيران وتحديدا في العراق وسوريا حتى اليمن تشكل ضربة كبيرة، ناهيك عن استهداف القائد الفعلي لميليشيات الحشد في العراق أبو مهدي المهندس جمال إبراهيم. هذه الضربة أثرت كثيرا على ميزان القيادة وعمليات التنسيق التي كانت تجري على قدم وساق بين ميليشيات الحشد باعتبارها ذراع عسكري وبين الفاعل السياسي في العراق الذي يمثله كتلة الفتح التي أنشئت بعد أو أنشئت في انتخابات 2018، وهذا التأثير انعكس سياسيا على قدرة هذه الميليشيات على الضبط ومسارها السياسي والعملياتي في الشارع العراقي، كما أنها أثرت على ميزان القوة وعلى مسار عملياتها العسكرية في الشارع العراقية، وتبين ذلك بوضوح مع ثورة تشرين التي اندلعت قبل أكثر من عام والتي أدت بفعل تضافر جهود الآلاف العراقيين الذين خرجوا إلى الشارع للتنديد فشل الحكومة العراقية والنفوذ الإيراني، وهذا انعكس بدوره تأثير هذه الميليشيات على الشارع بحيث أصبحت ضعيفة أمام حشود الشارع العراقي. نعم. طيب، هل تعتقد أن هذه الضربة طالما أننا نتحدث عنها حدت من نفوذ الميليشيات داخل العراق وبالتالي من مكانتها أيضا داخل العراق خلال هذا العام؟ إلى حد ما نعم، وربما يصح الكلام بشكل متطابق قبل عام مع اندلاع ثورة تشرين مع فقدان هذه القيادة المركزية وتحديات الشارع العراقي الذي خرج منتفضا ضد سيطرة هذه الميليشيات طيلة السنوات الماضية، لا شك أنها تأثرت كثيرا، لكنها استعادت زخمها بصورة كبيرة بتواطؤ من حكومة عادل عبد المهدي وحكومة مصطفى الكاظمي الحالية اللذين دفعا سلوكهم غير المنضبط وخذلانهم للشارع العراقي وتطلعاته بالحرية والتخلص من النفوذ الإيراني إلى أن يستعيد هذا الحشد متكئا على قوته الأمنية والاستخبارية وسيطرته على معظم مفاصل الأمن في المؤسسة العسكرية والأمنية إلى أن يستعيد كثيرا من نفوذه في الشارع، وشاهدنا في الأشهر الستة الأخيرة ردة فعل وضعف في الشارع الاحتجاجي في العراق إذا صح التعبير، وهذا أدى بدوره كما قلنا بتواطؤ حكومتي عبد المهدي والكاظمي إلى أن يستعيد الحشد الشعبي جزءا من شبكته التي نسجها في السنوات الماضية، لكن ليست كما كانت قبل اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. طيب، هناك يعني ملاحظة تستحق التوقف عندها وهي ظاهرة إنجاز التعبير، هذه الميليشيات كان لديها سباق تسلح في الفترة الأخيرة، هل أثر غياب أبو مهدي المهندس وهو ضابط الإيقاع إنجاز التعبير على يعني تعميم هذه الظاهرة؟
يعني هو في الحقيقة الحشد الشعبي من بعد استثمار فرصة الحرب على داعش وفتوى المرجع السيستاني بنى هيكلية كبيرة كان يحلم بها في السنوات الماضية. الكل يعرف أن دمج الميليشيات في المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق بدأ بعد 2003، لكنه تجسد بشكل واضح وأصبح لهذه الميليشيات جسم مستقل وهيكل تنظيمي خاص بها بعد إنشاء الحشد الشعبي عقب ما يسمى الواجب الكفائي لمواجهة تنظيم الدولة. هذا الحشد أصبحت لديه موارد مالية واستقلالية كبيرة في إدارة القرار، وهو طبعا صحيح أن أبو مهد المهندس كان له دور كبير في إنشائه، واعترفت صفحات الحشد في الفترة الأخيرة في إطار التحضير للذكرى الأولى لمقتله أن الحشد الشعبي أنشئ فعليا في بيت أبو مهد المهندس بإشراف قاسم سليماني، وأن فتوى السيستاني كانت فقط لافتة لكي يدفع الآلاف من الشباب في المناطق جنوب العراق للانضمام إلى هذا الحشد. فكما هيكلة الحشد كجسم عسكري تمويلي هو أصبح جزء من المؤسسة الأمنية العراقية وأصبح فرعا ثالثا على خلاف كل الأنظمة العسكرية في دول العالم. هذا الجسم الأمن العسكري لديه تسليح من المؤسسة الأمنية العسكرية العراقية، لديه تمويل، لديه قيادة منفصلة عن الجسم المؤسسات الأمني العراقي عمليا، لأنه بواقع الحال لا يعترف حتى بسلطة مصطفى الكاظمي ولا من قبله عليه. وهذا الحشد رغم أن تأثر بكثيرا بمقتل سليماني وأبو مهد المهندس كما قلنا، وفقد نوعا ما بوصلة توجيه حركته السياسية والأمنية، إلا أنه كما قلت يتكي كثيرا على التمويل الهائل وعلى وجود قيادات أخرى بديلة، أبرزهم هادي العامري ووجود فالح الفياض طبعا وقيادات الحشد. وفي الفترة الأخيرة هناك تقارب مع مقتدى الصدر وحركة سائرون، حتى بتنا نرى تناغما واضحا وصريحا في الأهداف والغايات، أولها القضاء على الاحتجاجات التشرينية. شاهدنا كيف انبرى مقتدى الصدر لهدم الساحات وترويع أهلها، والحشد الشعبي من جهته يبدأ بخطف واغتيال الناشطين والناشطات المستمرة حتى يومنا هذا. وهذا الجسم استطاعت إيران بجولات كثيرة لقاسم سليماني، عفوا لإسماعيل قاآني خليفة قاسم سليماني على رأب الصدع. وهذا يحيينا للسؤال، بالفعل محاولة رأب الصدع وكذا، يعني هذا يدفعنا للسؤال التالي: تقييمكم لمستوى التنسيق بين طهران وبين قادة الميليشيات في الآونة الأخيرة؟ يعني بكل تأكيد نحن لا نذيع سرا إذا قلنا أن قادة الحشد يعترفون علنا بأنهم بمعظمهم يتبعون إلى علي خامنئي مرشد الإيراني، وأن ليس هو فقط الأب الروحي بل هو الموجه، وأن الدفاع عن إيران أصبح مسألة غير مستغربة عند قادة الحشد وفي صفحاته الإعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويعترفون علنا بترابط المشروع الإيراني والمشروع الحشد داخل العراق. وهذا المسألة مع وجود إسماعيل قاآني وجولاته الأخيرة وآخرها وصوله إلى بغداد قبل يومين لتنسيق العمليات ومسألة الإعداد لذكرى مقتل سليماني وأبو مهد المهندس، نرى أن رأب الصدع ربما نجح نوعا ما في إعادة ضم هذه الميليشيا إلى بعضها، بل أنه ربما برأيي نجح باستمالة مقتدى الصدر لمشروع الحشد والارتباط بالمشروع الإيراني في المنطقة، وأن المظاهرات التشرينية هي سهام موجهة إلى هذا الجسم الإيراني الولائي الهجين على الشارع العراقي بشكل واضح وبارز. نعم. طيب ماذا عن العقوبات الأمريكية على إيران؟ إلى أي مدى أثرت على مستوى التنسيق والتسليح والتدريب الذي كانت تدعم يعني به الميليشيات؟ يعرف أو يرى أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ألقى بظلاله على العراق، فجعله ساحة لتنازع النفوذ، وهذا التنازع أدى بدوره إلى أن كل الطرفين يحاول تصفية مرتكزات الطرف الآخر داخل العراق. فالولايات المتحدة حاولت في الفترة الماضية وخصوصا بعد ضربة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس إلى ممارسة نفوذ أكثر. هناك عقوبات اقتصادية على قادة الحشد منهم قيس الخزعلي وشبل الزيلي،
بل أن العقوبات طالت حتى أساسا من السنة يرتبطون بالأذرع الإيرانية داخل العراق، كما أن الولايات المتحدة استهدفت ميليشيات الإيرانية وميليشيات الحشد على الحدود العراقية السورية في تقريبا أكثر من 15 ضربة خلال عام ونصف. وهذا الضغط السياسي ترافق مع ضغط اقتصادي. لا ننسى أنه آخر استثناء من العقوبات الأمريكية على إيران في حكومة بغداد كان مدته 30 يوما، كان سابقا يعطى 60 يوما، لكن الضغط الأمريكي حاول زيادة هذا الضغط لتقليل اعتماد العراق على النفط الإيراني، عفوا على الكهرباء الإيرانية، وبالتالي إعطاء ملايين الدولارات لمصلحة إيران. ولا ننسى أيضا أن إيران تصدر جزء من نفطها عبر العراق بأنه على أساس نفط العراق. إيران من جهتها ردت على هذا وما زالت ترد في استهداف أي جهة في الشارع العراقي، يعني نفسها تعتبر ثورة تشرين والانتفاضات والاحتجاجات عراقلات أو صحفية داخل العراق بأنها تابعة للسفارة الأمريكية أو تابعة للمحور الأمريكي في المنطقة، وبالتالي استهدفتها أما بالتحجيم أو التضييق عبر مؤسسات حكومية من جهة وعبر ميليشياتها في الشارع المتغولة في الشارع بالاغتيالات والخطف لتقريبا 800 شهيد وأكثر من 30 ألف جريح. هذا يؤكد أنها ما تزال القوى الضاربة للنظام في طهران داخل العراق بطبيعة الحال. في ظل حديث دوائر السياسة الأمريكية عن توجيه ضربة لإيران، هل تتوقع أن تكون مباشرة لطهران أم أن تكون للميليشيات كبديل وكأذرع لإيران؟ يعني أعتقد أن تصريح قائد القيادات الأمريكية في المنطقة الوسطى للشرق الأوسط في قبل يومين ذكر أن الولايات المتحدة لا تريد أن تصعد مع إيران، وإيران أيضا لا تريد أن تصعد، إشارة إلى أن أي ضربة متوقعة لن تكون داخل إيران، وأن الساحة العراقية هي الجهة الأبرز لهذه الضربة. إن وقت هناك تهديد من الرئيس الأمريكي ترامب اليوم في تغريدتين واضحتين أن مقتل أي جندي أمريكي في العراق ستتهم به طهران، وبالتالي فإن واشنطن سترد على هذه الضربة. وقد رأينا خلال الأسبوعين الماضيين وصول بارجات ومدمرة أمريكية إلى الخليج في إطار هذا التصعيد ومحاولة لجم أي تفكير إيراني بمحاولة الرد على اغتيال سليماني والمهندس في الذكرى الأولى. لا شك أن الإعلام الإيراني والمرتبط به في العراق وفي المنطقة يصعد أن إيران سترد على هذه الضربة، وأن إيران وعدت بأنها ستكون في إطار الرد على هذا الاستهداف وأنها لن تنسى، لكن على الواقع أنا أعتقد أن الضربة بعيدة في هذا التوقيت. ربما ستكون هناك مناوشات من أمثال استهداف السفارة الأمريكية عبر مجموعات لا تسمى أو لا تنتسب للحج رسميا لكنها مرتبطة به في الخفية، وهذه أقصى ما يمكن أن تفعله إيران في هذه المنطقة في ظل العقوبات والوضع الاقتصادي المتردد. طيب أستاذ حسين، على المستوى الشعبي ولعله السؤال الأخير، إلى أي مدى ترى تأثير ثورة تشرين وما أحدثته من تغيير وانتفاضة وعي على شعبية الميليشيات في الشارع العراقي؟ بكل تأكيد العراق بعد ثورة تشرين، بعد بداية عام 2020 في الساحات المنتفضة، يختلف عن العراق قبله. لا شك أن سمعة الحشد أصبحت في الحضيض، سمعة الأجهزة الأمنية المرتبطة بالحشد، الأجهزة القضائية، الأجهزة الإعلامية المرتبطة بالمشروع الإيراني داخل العراق أصبحت بين فكي كماشة. هناك نقد شعبي كبير كان من المحرمات في السنوات السابقة، خصوصا عقب الحرب على داعش، بعد أن كان ينظر إلى الحشد على أنه مؤسسة ساهمت في تحرير العراق. أصبحت الآن سمعة الحشد ملطقة بكل الصفات السيئة، وأصبح كثير من ينتمون الحشد يتبرؤون منهم، بل من يدافعون عنهم أصبحوا يهاجمونه. لا شك أن الوعي الجماهيري بعد ثورة تشرين انقلب رأس على عقب، وأصبحنا نرى تحولاً ب180 درجة في الإعلام وعلى الشارع.
حتى المواجهات بالصدور العارية للمنتفضين خلال الأشهر الماضية في الساحات وفي الشوارع كانت يعني ظاهرة بارزة حقيقة تسجل في التاريخ العراقي، أن هذا الشعب رغم ما قيل عنه أنه أصبح خانعا وأصبح العراق في حديقة خلفية للمشروع الإيراني، لكننا رأينا الانتفاضة الهائلة في محافظات كثيرة للعشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الشباب العراقيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم وأعمارهم. البعد العشائري حتى في جنوب العراق أصبح مختلفا في طابعه عما سبق، كان سابقا المسؤول الإيراني أو المسؤول الحزبي للأحزاب المرتبطة بإيران يقابل بكثير من الترحاب، الآن هناك انتقادات لأي شيخ عشيرة. اليوم شاهدنا هجمة وانتقاد واسع لاستقبال عمار الحكيم في محافظة المثنى، وعمار الحكيم ربما يوضع في الدائرة الثانية من الأجهزة أو الأحزاب المرتبطة بالمشروع الإيراني، فهناك تحول بارز وواضح في الوعي الجماهيري تجاه المشروع الإيراني في داخل العراق. أشكرك جزيلا الأستاذ حسين دلي الصحفي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.